استغل فرصة حضور مدراء المؤسسات الإعلامية في هذه الندوة وفي حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة لأجدد لهم الدعوة إلى إلاء الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها بلادنا يوم 7 سبتمبر القادم الأهمية التي تستحق بتقديم المعلومات والمعارف الدستورية والقانونية والسياسية اللازمة للمواطنين التي تمكنهم من تشكيل القناعات والخيارات ومرافقه السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات وكذلك تغطيه مختلف مراحل العمليه الانتخابيه بمهنيه واحترافيه ومنح الكلمه للمترشحين بعدل ومساواه وشرح برامجهم بدقه وانصاف في اطار القوانين المنظمه للعمل الاعلامي من جهه وقانون الانتخابات من جهه اخرى